مساء النور والسرور احبابي، كدير لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، وان شاء الله يا ربي يوصلكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، ونتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونهاركم سعيد. وما تنسونيش خوتي خواتاتي، الا كان كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات نبقى ننزلهم، خليوها لي في التعليق، وشكرا لتتبعكم وفرجه ممتعه. ودائما مع النصيحة اختي اللي كتبقاي دائما تقولي ما عرضونيش ما ضيفونيش ما عملوليش ما فعلوليش، فخليك من هاد الشي كامل، غادي يأثر عليك وغادي يضر نفسيتك، اللي بغاك غادي يعرض عليك وغادي يكبر بيك، واللي ما بغاكش هو حر. لكن غادي يعرض عليك وتحسي احساس انتي بانك غير مرغوب فيك، فتهي ماشي مزيانة. وصراحة واش الا عرض عليك العرس واش غادي توقفي له العرس، ولا عرض عليك العرس غتقبل التبصيل كيف كنقولوا؟ اكيد لا. فإلا عرض عليك ميزي وشاركي، ولا ما عرضش عليك سكتي وباركي، هاك ورا ما فيها حزارة، شد مد احمد. كيسطع النور في خدودك يلمع يا بنت المدينة، شعرك ذهبي كيسطع النور في خدودك يلمع يا بنت المدينة، عليك صباح الرابح وعليك كينوح النايح يا بنت المدينة، عليك صباح الرابح وعليك كينوح النايح يا بنت المدينة، يا يا يا. بغيتي تفرحي وتسعدي في حياتك، فرحي للناس بفرحهم واخا ما يعرضوكش، واخا ما يعرضوكش فرحي لهم باركي لهم، عاوني الناس بالدعوات، كيسخر لك الناس اللي يدعيو معاك في الغيب، ودعوة الغيب مستجابة. صاحبي وتعرفي على الناس اللي طيبه ودائما فرحانه وناشطه باش تاخدي الاطباع ديالها، وخليك من الشاكي باكي ديما، واللي ولا في شي عاده يتعادى. يا بنت المدينه معاك زيان العشره وانت قدامي قمره، يا بنت المدينه زولي وزيدي في الغيوان راني في هواكي فرحان، يا بنت. نخرج ونصدق ولو من القليل، ماشي بالضرورة تكون فلوس، ولو كلمة طيبة، الكلمة طيبة حسنة. ما
ما نظلم ما نتعدى ما نخليها في قلب حد، ونعز راسي نجلس في محالي واللي بغاني يجي تال عندي، عزها تعزك دلها دلك. أحبابي شكرا لتتبعكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله.